انتظرونا وحوار خاص جداً مع جوكر الأهلي عمر كمال عبد الواحد، واحد من اللعيبة اللي جمهور الأهلي بيحبها قوي، يتحدث في كل الملفات ويجيب على كل التساؤلات. بحاول أدي كل جهدي وطاقتي في التمرين. كيف تحقق حلمه بارتداء الفانيلة الحمراء؟ كنت بقعد أتفرج وقول يا رب ربنا يكرمني وألبس التيشيرت النادي الأهلي. دلوقتي أنا بلعب في النادي الأهلي. وأسرار نجاحه السريع مع الأهلي وطموحات المستقبل. هو لعيب كبير قوي، دايما مكسر الدنيا كده يا عموره. حكاياته مع كولر ونجوم الفريق. لازم تبقى قد المسؤوليه ولازم تبقى قد حجم النادي اللي انت جايه. ورسالته للكابتن محمود الخطيب. شكرا على كل المجهودات اللي حضرتك عملتها معايا. ويكشف لاول مره كواليس علاقته بالكابتن حسام حسن. هو ده كل اللي حصل من A to Z. انتظروني في لقاء خاص مع الكابتن أسامة حسني على قناة الأهلي. الكابتن عمر كمال عبد الواحد في ضيافة الكابتن أسامة حسني في لقاء خاص الليلة الساعة 11 مساء على قناة الأهلي. الأهلاوي مش هيسيبنا.